انا عارف فين اوتيك يا خويا ضعيف بزاف. كنقول لهم حشومه عليهم باسكو كان الناس اللي كيموتوا على الوداد كيموتوا على الفرقه ديال الوداد كيبقاو صراحه هي اللي في الاخر ما كيبقاوش. ايوا قال انك تشري تيكي 500 درهم بس ما يديروش النمره ديال لاكات يديروه هنا الا بغى يحارفوا الفاس ماشين. كنجيو هنايا كنتفاتحوا ما كاينش الوراق السيت سيمانه وحنا داخلين ليه ما قطعناش هاد السيمانه وحنا داخلين السيت ليل نهار ما كاينش تقطع كاع كتلقى كيشي فيه ميك والدراري هما جاهم على الدليل هذا كيقرا عند خويا بالشراء ب 500 هذا ما عندوش بالشراء ب 500 قلب لك الميكرو كيحب فريق الوداد وباغي يشجع ومربوحه ان شاء الله. وانت تشوف انت جيتي اليوم بغيتي تقطع ما جيت اليوم والبارح ومشيت عاوتاني لبن زنون وما كاينينش وراق والو يعني شنو كاين يعني انت كتشوفوا الاقبال قليل واش الوداديين ما جاوش يشجعوا الوداد ولا شنو واقع؟ واحد دابا المشكل في التيكي دابا ملي كنت دابا ستدرب سلطان دازت ستدرب سلطان كيقول لك التيكي 500 درهم نوار واش لا يعقل انك تشري تيكي 500 درهم باش تفرج هنايا بنادم ما عندوش لا يعقل وما عندكش ها انت الدراري راه كيقراو تما كيحبوا فريق الوداد وبغينا نربح ان شاء الله وبغينا نعرف فين هو التيكي يا خويا ضعيف بزاف وهم الدراري حدايا التيكي ماشي نوار دابا كله شنو كيقول لك اللي كيوصلت 1000 درهم ديال تريبيون في لي زوتر في الكرادون داكشي كتوصل لواحد 300 درهم 250 درهم على حساب الطلب وعلى حساب الا كان طالب قليل شويه ما كانش بزاف راه الثمن كيكون طالع. تقول لصحاب نوار محشوم عليهم تقول لهم وكيفاش يشتغل هذا السوق هاد السوق كيفاش كيشتغل ما عارفينش كيفاش كيشتغل يعني كازا ايفانت ولا السلطات راه دايرين جميع زعما الاحتياطات ديالهم ولكن بوطون كنلقاو بان كاين هاد الناس ديال المارشي نوار دونك سيرمون كاين شي اللي كتخدم معاهم. كنقول لهم حشومه عليهم باسكو كان الناس اللي كيموتوا على الوداد كيموتوا على الفرقه ديال الوداد كيبقاو سهرانين بالليالي وفي الاخر ما كيقطعوش التيكي ديالهم. كنقول لهم حشومه بزاف باسكو كضيعوا هاد الناس هادو اون فان دو كونت كتبيعهم واحد اللي كيكون جالس كيجي كيخلص بيه ديال 100 درهم ولا 200 درهم كيخلصوا ب 1000 درهم ما غيعرف يشجع سي فغي من حقه حتى هو يحضر ولكن شد الصف ديالو النوبه ديالو بحال الناس. انا داك السيد اللي كيبقى سهران على السيت راه كنعرفو بان غيدخل غادي يشجع 90 دقيقه ما غاديش يوقف وديما ويدان. خلينا من الناس الاوائل يلاه دابا جينا تاهنا يعني الاخ ديالي تاهي من واحد الوداد هو هي اللي كتكلم فينا بهذا الشيء اللي بقينا نتبع كانوا شي مشاكل يعني متعلقه بالاقتناء ديال التذاكر على المستوى الموقع. في الاخير اللي كنسمع لما سمعنا بانه كاين مشاكل وكاين بانه بعض الاسعار تاع الاس بزاف وتنتمناو ان شاء الله يكون النظام التنظيم يكون في المستوى هادشي اللي كنتمناو فوز الوداد. ملي كيكونوا مشاكل كتكون السوق السوداء شنو رايك؟ انا ضد السوق السوداء. انا كما قلت واحد الاخ دابا انا كون عندي الباطل الوراق ديالي وباغي نبيعها وغنبيعهم في الثمن باش شريتهم ما غنزيد على حتى شي لان الاكثريه كتفرجوا راه ولاد الشعبي كتفرجوا في الوداد ماشي ونتمناو تولي انت تما شنو تتمنى زعما يعني كنتيجه يعني تتمنى كنتمناو المهم هو الفوز بالكاس كيف ما كان واخا نجيبوه حنا للجمهور وكنتمناو النظام واللي ما عندوش الورقه ديالو يبقى في المحل ديالو يتفرج في دارهم بلا ما يوقع شي كارثه ولا شي حاجه وهادشي اللي بغينا هادشي اللي كنطلبوا. شكرا. شنو تقول لبعض الجماهير اللي تيقول لك ان خصنا نعاملوا الاهلي كما عاملوا كما عاملوا؟ لا حنا ضد الفكره حنا المغرب راه معروفين من بكري حنا فريق حنا بلد ديال الميديا ما غاديش نوصل ذاك المستوى حنا باغي نبينوا صوره مزيانه على البلاد ديالنا كما كيعرف الجانب نتمنوا التوفيق ان شاء الله. ندوي على واحد النقطه ديال مارشي نوار الله يسر عليك هاد كازا ايفنت خاصها دير لنا شي نقطه زوينه واش حنا كيطلبوا لنا لاكارت بورقه لاكارت النمره في لاكارت بغينا ناخذوها وعلاش ما يدخلوش لنا حتى الدخول بلاكارت وعلاش ما يديروش النمره ديال لاكارت يديروه هنا الا بغى يحارفوا الفساد ماشي نوار واش 10 دقائق كيخرجوها وكيحبسوا 4 دفعات كون نديروا كل دقيقه شحال ديال الوقت ديالها نديروا عمليه حسابيا كاع شحال 10 دقائق وكتحبس بعض المرات ما كاملش 10 دقائق وكاين اللي كيرجعوا لي فلوس وفيها ما كيقطعوش عباد الله علاش ما يديروش نمره لاكارت وندخلوا بها؟ باش كيتقطع بلاكارت وكاين نوار هادشي علاش دابا كيحاربوا هذاك الشيء كون كانوا يحاربوا الفساد يديروا بلاكارت حيت هما هاد كازا ايفنت هما اللي دايرين هادشي هذا دايرين اليد في هادشي هذا وكنطلبوا من السلطات خاصها دير البحث في هادشي هذا خصو يديروا البحث دقيق في هادشي هذا حيت كاين ناس كبار هما اللي مسؤولين في هادشي هذا
والحشومه قدات في منتخب ديال الكوب دي مون ديال المغرب ودات عاوتاني في الولايه الحشومه كيجي حتى كيجي حتى المناسبات الكبرى. وين عرفوا التيكيب فينا دابا الاقبال كاين ضعيف جدا. انت لاحظ قرب لك الميكرو. انت لاحظ معايا ما كاينش واحد الاقبال على التيكيب. اخليك ودابا في الوار التيكيب ديال تقريبا دابا كريج دايره 500 درهم 600 درهم وما كاينش. هذا هو المشكل اللي حنا فيه. شنو الرساله اللي تبغي توجهها للمسؤولين؟ كل عام كيطرا هذا الشيء هذا لسه كل عام المسؤولين ويكون واحد النظام يكون نظام يكون راجل مناسب في مكان مناسب. اغلبيه ولادي مقطعين اصلا دابا اغلبيه ولادي مقطعين انا بعد برا انا مقطع بغا يعاود فيهم هو ما بغاش يشري ورقه ب 1000 درهم شنو الوليدات كله مقطع حتى ورقه زعما العيد كلشي هو هذه الكاميرا مقطع ناخذ الحاولي كلشي مقطع. ها وهاد المشكل راه دائما تيتكرر يمكن ديما كازا دابا فينا فينا نساليو بعد ديما حنا بغينا ورقه ندخل نتفرجوا بالدين ندوزو نشوفو مع سيري خير مع الناس بخير انا ما خدامش بخير تيقدر لا لا الاستاذ المسؤولين يديروا شي حل لهاد الماشينوار وهادشي ديال الوراق ديما يديروا لي شي حل راه عنده واحد النظام زوين وعنده جمهور زوين كيف التيكيت تلقاو مشكل ديما التوقعات ديالي حل اقرب وقت وصافي. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.